شوف الإمام علي بن الحسين عندما يدعو لشهر رمضان يقول وأعنا على صيامه بماذا؟ يعني أنا سأقول اللهم ساعدني على الصيام على الجوع والعطش وأطلع للدوام والشمس حارة ودرجة الحرارة عالية وأنا هذا اللي يفكر به الإنسان. وأعنا على صيامه بكف الجوارح عن معاصيك. أنا عندي جوارح وجوارحي أحيانا تنفلت عن الخط الشرعي، وإذا انفلتت عن الخط الشرعي يجرح الصوم. أنت تتصور عائشة أم المؤمنين، عائشة معها امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وآله، عائشة وحفصة، دخلت امرأة قصيرة القامة ماكو شيء يعني قصيرة، فلما المرأة أدبرت عائشة أشارت لصاحبتها هالشكل، يعني شلون نريد نقول قزم، بس ما قالت مجرد أشارت. قدم لهم الطعام، قلنا يا رسول الله إنا صيام، قال قد أفطرتما بلحمها. إذن الصوم مشكلة، يعني مو مجرد أنا صايم وخلاص وأمسكت وقعدت من النوم ب 12 بالظهر وطلعت وأمشي وأفطر، إذا تأشر بإيدها إشارة على الغيبة، إذن الغيبة من المفطرات. وأعنا على صيامه بكف الجوارح عن معاصيك واستعمالها فيه أقلا في شهر، وإن يكون هو المطلوب دائما، بس الإمام السجاد يذكرنا وإلا هو صلوات الله وسلامه عليه وضع غير وضع، لكن أقل تقدير أنك في هذا الموسم الإلهي في هذا الموسم العبادي ألا تستعمل الجوارح إلا بمراض الله تبارك وتعالى، واستعمالها فيه بما يرضيك حتى لا نصغي بأسماعنا إلى لغو. اللغو هو الزائد عن الكلام، يعني زائد عن الكلام، يعني شلون يعني حتى ماكو إذا مروا باللغو مروا كرامة، أن يكون الإنسان يسمع التسبيح يسمع التهليل يسمع قراءة القرآن يسمع الاستغفار، لأنه هو في ضيافة الله بربك. الآن أنت لما قاعد بديوانيتك فاتح تلفزيون، التلفزيون أفرض بي أغنية، تلفزيون بي فيلم، لما يدخل رجل دين تغير القناة لو ما تغيرها هو أكيدا يعني من باب المجاملة يعني، فزحمة يعني هذا رجل دين ومعمم معروف عنه وشيء وانت تلفزيونك يشتغل بلا يتغير القناة، أنت في ضيافة الله تبارك وتعالى يصير تسمع له في ضيافة الله أقلا بين يدي الله تبارك. شهر دعيتم به إلى ضيافة الله، يقول له حتى لا نصغي بأسماعنا إلى لغو ولا نسرع بأبصارنا إلى لهو، أن يكون الإنسان غضيض الطرف إلا أن يقول زكاة النظر، النظر في القرآن الكريم، النظر بالحكمة، النظر بالعلم، أن يأخذ الإنسان بالكتب. زين أرجوك إذا إحنا بشهر رمضان يصير عندنا، أنت شايف الأيام كونوا معنا في شهر رمضان قنواتنا الإسلامية، شايف جاي يسوون؟ كونوا معنا في شهر رمضان حجي، كلها مسلسلات تركية ونسوان العارية وشيء، والله هاي شهر رمضان حتى نخلص لك الشهر بنسها، يعني شنو هاي ختمة القرآن الكريم؟ جعفر ابن أبي طالب، عبد الله ابن عمر يقول بحثت عنه بمعركة مؤتة وهو يقاتل وعندي لبن، فقلت له يا جعفر هذا اللبن أنا آثرتك به على نفسي، سيروها الجمهور يعني آثرتك به على نفسي، قال اتركه عندي إن أدركت الحياة إلى الغروب أفطر به لأني صائم. معركة مؤتة بقتال بالساحة، يقول عبد الله ابن عمر من صار الغروب صرت تكون أبحث عن جعفر بن أبي طالب، شرب اللبن ما شرب استفاد منه لا، وإذا بجعفر شهيد وفي مقدمة جسده أكثر نيف وتسعين جراحة، يقول عبد الله ابن عمر ما فيهن في دبره، أي كلهن بمقدمة الجسد، استشهد في معركة مؤتة وهو صائم. فالإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه يلفت النظر لهذا، ولا نسرع بأبصارنا إلى له وحتى لا نبسط أيدينا إلى محظور، إلى رشوة، إلى معاملة سوء، إلى محرم، أن أبسط يدي إلى خادم أضربه، خادم عندي وأرد عصب ويا، كل من حسن منكم خلقا في هذا الشهر كان جوازا له على الصراط يوم تزل فيه الأقدار.